السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير، وكنتمنى اللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. اليوم عندنا قصة جديدة، قصة غدا تكون واعرة، وكنتمنى تخليو تعليق عليها. نبداو القصة. عايشة عايشة، فينك؟ اجي عاونيني. قلت هاني جاية خالتي، هاني جاية. خرجت من بيت ولد خالتي قبل ما تشوفني، ما يمشيش بالكم بعيد. كنت في البيت بوحدي، كنشوف الذكريات وكنفكر في حبيب قلبي ولد خالتي العزيز. نعرفكم بعدا براسي، أنا عايشة، في عمري 17 عام، بنت العروبية. أنا بيضة وزيني عروبي وبارية، باينة من وجهي الطيبة، شادة في راسي بقوة ما خدامة كنشقى. كل شي كيقولها ليا، حياتي كلها إما كنعجن أو كنخمل أو لا كنسرح الغنم أو نحلب البقر ونجمع الخشم من الغابة. قريت حتى للسادس، بارك عليا، حيت البنات عندنا ما كيمشيوش يقراو الإعدادي في المدينة. عايشة مع خالتي، ما كنعقل لا على أب ولا على أم ليا. ربيتني خالتي وعاملاتني بحال بنتها. عايشة أنا وبنتها فاطمة مع بعضياتنا، وكنعسو في بيت واحد، كنت قاسمو كل شي. هي طويلة وصميمرة شوية، ولكن زوينة، رموشها كبار وعينيها كحل وشعرها كعل، بحال هادوك البنات اللي كيبانو في التلفازة. زوينة بزاف، كبرت وأنا كنبغي علي، ما كنعرف حتى واحد في الدنيا من غيره. هو طويل وكيشبه لختو، سمر شوية وعينيه كحل وزوين، عامر شوية، وحتى هو زينو عروبي، في عمره 23 سنة، وهو مشى يقرا في المدينة، وكيجي كل سيمانة. كيكون بالنسبة ليا هذاك النهار هو النهار الكبير. مشيت لعند خالتي اللي كانت كتعيط ليا نعاونها في التصبيب. قالت عاونيني يا بنتي، راه فيك الخير، وما كاينش في ديك القرضات فاطمة. قلت خليها خالتي ترتاح، وهي تقول ونهار غدا تزوج، اش غدير في دار راجلها؟ قلت ظهرها زوينه خالتي، باينه فيها غدا تزوج شي واحد لاباس عليه، وغادي تهلا فيها وغيجيب ليها كل شي حتى للدار. ضحكات خالتي وقالت ضحكتيني يا الزغبيه، والله الا المعجزات بزهره. هي قولي لي انت غتزوجي شي واحد اللي يتكرفص عليك؟ وانا نقول الله يستر، انا غادي نتزوج واحد كيبغيني وكنبغيه، كان معني على علي. وهي تقول اي والله يجيب لولدي علي شي وحده بحالك. قلت في خاطري الله يا ربي يا خالتي، قولي الله يزوجك بعلي، اش من شي وحده بحالي، انا ما كاينش بحالي في الدنيا. بقيت كنخمل مع خالتي. ملي كملت مشيت للبيت ديال علي من جديد، بقيت كنقيس كل حاجه من حوايجه وكنشم فيها ريحته. حليت الماريو وخديت قميجة ديالي، درتها على نيفي وبقيت كنشمها وانا مغمضة عيني وكنفكر فيه، حتى كنسمع عايشة اش كديري هنا. تخلعت وتلفت بسرعة وخبيت القميجة مورا ظهري. هذا كان راجل خالتي. قلت عمي انا جيت نخمل البيت. قال وجاية تخمليه في الظلام. قلت لا، بغيت نقول دست من هنا وبانت لي القميجة طايحة في الأرض، وقلت نهزها نخبعها. وهو يقول واخا بنتي، بارك عليك من الشقة ونوضي تنعسي. قلت له واخا عمي، صباح على خير. مشيت كنجري للبيت وأنا مخلوعة، وهي تقول فاطمة أمالك يا هاد الهيشة خلعتيني. قلت ليها والو والو، تصبحي على خير. وهي تقول أش من تصبحي على خير، نوضي راني باغا ندوي معاك. قلت شنو هانا؟ وهي تقول كيف كيجيك مراد؟ قلت شكون مراد؟ قالت فاطمة داك ولد عائلة الريان. قلت ليها اين ريان؟ ما عرفتهمش. وهي تقول فاطمة اوف، شوفي انا غدا نفهمك، في الدوار كاين شي حد لباس عليه ياكي. قلت عرفته، هذاك اللي ديما نافخ راسو ما كنحملوش، حاس براسو بزاف. وهي تقول فاطمة ولكن كيحمق.
قلت ليها ونوضي تشكون دها فيك، هذاك يمكن عنده شي وحدة اللي لاباس عليها غادي تزوج به. وهي تقول فاطمة تفو عليك سيري نعسي بعدي مني. وانا نقول لها هانا ناعسة بعدي مني، ما تعوديش تضحيني مازال. واليوم غيجي حب حياتي حيت عنده عطلة، فرحت بزاف، نط بكري ومشيت خملت وصايبت بيتو وصايبت كاع داكشي اللي كيبغي ديال الشهيوات بحال شي مرا كتسنى راجلها. احساس زوين بزاف. ملي وصل كنت اول وحده كتلقاه، ما قديتش حتى نسلم عليه بالفرحه، كنت حاسه راسي طايره. قلت له على سلامتك علي، وهو يقول عويشه زوينه توحشتك بزاف. حشمت وانا نقول حتى انا توحشتك بزاف، انا نهز معك حوايجك. وهو يقول انتي خاصك تكوني مبرعه اعيون علي. قالت خالتي وانتوما مالكم ما ناويينش تدخلوا ولا كاع هادشي سلام برا؟ قال علي هاني امي جاي غا عييت بالطريق وصافي. عويشتي مازال ما سخيتش منك، انا راجع ليك وغنتشوفو في المكان المعتاد. دخل علي عند خالتي وسلم على عائلته اللي توحشهم، وانا بقى كيتعاود في عقلي كلام. وفي المكان المعتاد دخلت وانا كنتسنى بفارغ الصبر يكمل كلامه مع عائلته ويتلهاو شويه في راسهم باش نقدر انا نشوفه براحتي. مشيت حدا الواد نتسناه، ديما كنلقاو راحتنا هنا بلاصتنا المعتاده. احتاج عندي علي شد لي في ايدي وبقى كيشوف في عيني، وانا نقول علي عافاك ما تشوفش فيا هكا راني كنحشم. قال علي ماشي لخاطري انا كنتوحش عويناتك. قلت له حتى انا كنتوحشك بزاف. وهو يقول عايشه انا ما كرهتش نرجع نعيش معاكم هنا، مليت العيشه في المدينه. وانا نقول صبر حياتي غا حتى تسالي قرايتك باش تجي مرفوع الراس. قال علي على قبلك انتي غادي نصبر وغادي نجي نتزوج بيك ونولدو وليدات، كنبغيك بزاف. قلت له حتى انا كنبغيك بزاف وكنتسناك، دوزت نهاري وانا ما قاداني فرحه، حبيب القلب جنبي. دوزنا نهارنا زوين بزاف وتجمعنا وقصرنا بالليل، وبدا علي كيوري لنا في الحوايج اللي جابهم لينا من المدينه انا واختو. فرحتي كانت ما كتصورش وانا كنشوف بطل قدامي، وما ندمتش على انني بغيته في يوم من الايام. نعست بزز، ملي كنكون فرحانه ما كنقدرش نعس. بقيت كنفكر في حياتي، والغد ليه فقت بكري ومشيت كنوجد ليه الفطور. مشيت نفيقو ما لقيتوش، ومشيت عند خالتي وقلت لها خالتي فين هو علي ياك ما مشى في حاله؟ قالت عندك تسخفي ليا هنا. لا راه ما مشاش، خرج بكري مع باه، مشاو يخدمو بالتراكتور حيت هو اللي كيعرف ليه، راه خاصهم يخدمو شويه ديك الارض اللي بارت بقوه ما سمحنا فيها. وانا نقول اه واخا انا وجدت له الفطور، بغيت نقول وجدت ليهم الفطور باش ملي يجيو يلقاوه واجد. خرجت وانا كنشوف على امل لمحوه هو جاي، اكيد غدا نبغي نكون قريبه ليه. خفت لا تفهمني خالتي غلط، اما انا كنت غادا نقول ليها واش ندي ليهم الفطور للارض باش يفطروا تما. شويه لمحت واحد الولد كيجري وكيغوت، بان ليا بعيد وما سمعتش اش كيقول، والناس كيطلوا من الطيور المتباعده على بعض ملي سمعوا الولد، وكيخرجوا يجريوا لنفس الوجهه. ما فهمت والو، فبقيت كنشوف وانا محتاره. شويه بان ليا علي كيجري، صدمت وجهه مخطوف، جا شاف فيا بصدمه ومقدرش يهدر. ديك الشوفه عمري ننساها، كان مخلوع ومعارفش اش غيدير. دخل دغيا للدار وانا تابعه وكنقول علي علي مالك جاوبني علي علي. هو اتجه لبيته بسرعه، دخل ليه وبدا كيجمع في حوايجه. قلت له علي اش كدير مالك شنو واقع؟ قول عافاك قول لي شنو كاين. جرات امو دغيا وبدات كتغوت، مالك اش واقع فين باك ياك ما واقع عليه شي حاجه؟ ما جاوبناش بجوج وكمل جميع الحوايج وخرج بالزربه وانا تابعه. بدا كيجري وما دارش موراه يشوفني، بقيت تابعه وانا كنبكي
حتى ما قدرتش نلحق عليه، وجلست على الأرض وأنا كنبكي. علاش علي؟ علاش مشيتي وأنا باقا مشبعت منك؟ بقيت كنت نخصص وكنمسح في دموعي، حتى بانوا لي الجماعة كيجريو باتجاه الدار. خلعوني، كانوا معصبين بزاف. جريت بسرعة باش ما نخليش خالتي بوحدها، واستجمعت القوة ديالي باش نهضر، خصوصا بعد ما بداو كيغوتوا وكيعيطوا على علي، وشي وحدين تماداو باغين يدخلوا للدار. قلت علي ما كاينش، مشى في حاله. هو يقول الراجل وشكون ضمن لينا انه بالصح ما كاينش؟ قلت له واش الضمان ليكم هو تدخلوا على دار عندها الحرمة ديالها وفيها غير العيالات؟ يلا قتلوني عاد دخلوا. الهضرة ديالي بحال ليلة فيقاتهم، وبداو كيتراجعوا ويمشي. شوية بان لي راجل خالتي جاي وهو كيجر في رجليه، وحالته حالة بحال إلا هاز هموم الدنيا على قلبه. مشيت كنجري عند راجل خالتي وبديت كنهضر. قلت له عافاك عمي، قول لي شنو كاين، شنو واقع؟ ما بغاش يجاوبني، وكملت طريقه للدار. وحتى أنا تبعته، كان كيتمشى بصعوبة. كملت طريقه ودخل الدار وطلقات لي خالتي. قالت له العربي شنو واقع؟ مال علي يمشى؟ طاح عمي على ركابيه ونزلوا دموعه اللي لأول مرة كنشوفها في حياتي، وقال علي ضاع، علي ضيع راسه وضيع حياته. قلت شنو؟ كيفاش ضيع راسه؟ وهو يقول كنا كنقادو في التراكتور، وفعلا خدم، وعلي قرر يتمشى بيه شوية باش يخدم الموتور ديالو، بحكم أنه شحال هادي ما خدم. شوية وهو يخرج من الأرض البيست، حذرته ولكن هو ما سمعش. قرب من الأرض ديال الريان، ما عرفتش منين خرج له واحد الولد، طاحنو تحت الروايد ديال التراكتور. الولد مات، وعرفنا بأن الولد الصغير ديال عائلة الريان. طلبت منه يهرب دغيا، حيت إلا لقاو عائلته غادي يقتلوه بلا نقاش. أنا صدمتي كانت كبيرة، إيش هاد الزهر؟ واش زهرنا ما طاح غير في هاد الناس وباغين يقتلوه؟ مستحيل نخليهم يقتلوا علي، إلا وقعت ليه شي حاجة غدا نموت. نزلوا دموعي وأنا حاسة براسي مكتفة وما قادرة ندير حتى ردة فعل. الصدمة كانت قوية. شوية سمعنا شي حد كيهرس الباب وكيغوت. علي خرج على الشماتة، أنا اليوم غادي نقتلك. خفنا بزاف حيت الصوت ديالو مرعب وباين فيه جاعة. وهي تقول فاطمة هذا مراد الريان. مشات دغيا وفتحات الباب، ويا ريتها ما فتحاته. دخل بالزربة وكان في واحد الغضب كبير وكيخوف، وحتى واحد منا ما قدر يهدر. بدا كيقلب في الدار وبنفس الطريقة كيغوت على علي، أما احنا ما قدرناش نهدره. وجاش نقع لعمي العربي وما رعاش كونه راجل كبير، وقال له فين هو ولدك ادوي؟ قال له عمي العربي مشى، ومازال ما عرفت فين مشى، اهرب. وهو يقول له ولد الريان انا غادي نقتلكم كلكم، فهمتي؟ غنقتلكم. ما حملتش الطريقة اللي عامل بها راجل خالتي، ومشيت عنده بديت كنضرب فيه وكنقول له طلاق منه الكلب، طلاق منه. ولكن ضرباتي ليه كانوا بحال ديال شي بنيتة صغيرة. بإيد وحدة قدر يدفعني حتى تقصحت وأنا كنطيح. إيش هاد الهمجي؟ حتى سمعنا كلنا شي حد كيعيط ليه بحزن مراد. كلنا تلفتنا لجهة الباب، كان واقف تما واحد الراجل كبير وأنيق ما غادي يكون غباه. كمل كلامه الموجه لمراد وقال أشنو اللي جايبك هنا؟ قال مراد أنا جاي نشد حق خويا بإيدي. وهو يقول له باه حق خوك ماشي انت اللي غادي تشدو، الدراري الصغار ما كيحكموش. قال مراد ولكن بابا. وهو يقول له باه خرج من هنا ودابا. جاي هدر عمي العربي وقال سير ريان البركة في راسك، ولكن. وهو يقول له الريان العزامة غيكون حتى نشد حق ولدي، غنجمعوا أعيان القبيلة عند الشيخ، جيب ولدك وأجي، واللي عنده شي حق غادي ياخده. مشاو
وحنا بقينا مقادرينش حتى نشوفو في وجه بعضياتنا، والصدمة متمكنة منا. كيفاش غادي نتصرفو؟ تاجه راجل خالتي للباب ووقفاتو خالتي وقالت: العربي عافاك، ما تحرمنيش من ولدي، هو اللي عندي في الدنيا. ما قدرش يجاوبها ونزلوا دموعه وخرج وكمل طريقه. أما هي طاحت على ركابيها وإحنا كنبكيو، ما قادرينش نتحركو ولا مستوعبين شنو واقع. فين وصل علي؟ ما عارفينش. واش غادي يكونوا لحقوا عليه؟ حتى هي ما عارفينهاش. وعند الشيخ، وصل العربي عند شيخ القبيلة واللي لقى تما أكبر الأعيان كيتسناو يناقشوا شنو اللي وقع. هو كان وسطهم صغير بزاف، كل واحد منهم كلمته تهز الأركان. وهو يقول: الشيخ فين هو ولدك العربي؟ قال له العربي: والله ما عرفته فين، راه هرب. قال الريان: هرب ولا هربتيه انت؟ بداو كيتناقشوا بحدة لقرابة أكثر من ساعتين، والريان كيطالب بالقصاص. وأنا عايشة اللي عشت حياتي كنتسنى ولد خالتي واللي كنشوفه اليوم ضايع قدامي، تبعت عمي العربي، قلبي تمشى بيا للبلاصة فين تجمعوا الأعيان باش يناقشوا مصير حبيب عمري ومصيري حتى أنا معاه. كنسمع النقاش ديالهم وصل الحدة ديالهم، وداك الريان وولدو كيطالبوا بالقصاص. مستحيل، شوية بان ليا شي رجال جايين في طوموبيل كحلة، وقفوا ونزلوا معاهم علي. كان كله مضروب وجارينه بحال شي بهيمة، ومدخلينه للمجلس ديال الشيخ. وانا في هديك الساعة ركبية فشلوا عليا، وانا كنشوف فيهم جارينه وكيضربوا فيه وهو كله دمايات وما قادرش يوقف على رجليه. بقيت كنطل عليه، وعمي العربي تصدم من اللي شاف ولده قدامه مليوح، ناض اللي سميته مراد وضربه برجله لوجهه حتى طاح وخرج له الدم من فمه. ديك ساعة بحال الا خشيتي فيا موس في قلبي، ما كرهتش كون شديته ونقتله على ديك الحالة اللي دار فيه. بداو كيسبوا فيه وما خلاوش يهضر كاع. رجليا كانوا كياكلوني وباغا ندخل. وهو يقول: الشيخ اهدر علي، علاش قتلتي ولد الريان؟ قال علي: ماشي بالعاني، والله ما شفته. وهو يقول: الشيخ يعني قتلتيه بالخطأ؟ قال علي: والله ما بخاطري. وهو يقول مراد: اش من خطأ، هاد الحيوان خاصو يتقتل وانا اللي غادي نقتله. جبد من جيبه فردي وصوبه لراس علي. ما قدرتش نتحمل نشوفه ديك ساعة، خفت بزاف وبدون شعور دخلت وانا كنغوت: لا ما تقتلوش عافاك، كنت رجاك. هو يقول: الشيخ شكون انتي واش دخلك المجلس الرجال؟ هو يقول العربي: عايشة شنو اللي جابك هنا؟ سيري في حالك. سيدي هادي بنتي وخايفة عذروها، ها هي غدا تخرج دابا، سيري في حالك عايشة سيري. بقاو كل شي حالين فمهم كيفاش مرة تدخل المجلس الكل رجال. ما حسيتش براسي امتى دخلت، انا شوقي وحبي وقلبي هو اللي دخلني لهنا بلا ما نحس. ما قدرتش نرفض طلب عمي العربي وخرجت باش ما نزيدش نحشمهم اكتر. خرجت ولكن ما مشيتش، بقيت كنتصنت وكنشوف تقرير مصير حب حياتي. قال الشيخ: اذا انت عندك بنت العربي وعندك ارض، وعليك يقول ان هاد الشي كان غير قتل خطا. قال الريان: اجلس مراد، واللي يحكم به الشيخ انا موافق عليه. قال العربي: انا مستعد نعطيكم ارضي كلها وتعفيه على ولدي. هو يقول مراد: ها ارضك؟ ارضك بالنسبه لينا غا نقطه في بحر اراضينا، ما تسوى حتى شعره من خويا. وهو يقول الشيخ: ولكن البنت تسوى. قال العربي: شنو؟ وهو يقول له الشيخ: القتل الخطأ المقابل ديالو كيكون دية، والدية في هذه الحالة غدا تكون بنتكم والأرض ديالكم. وهو يقول له العربي: ولكن البنت. قاطع الشيخ وقال: إلا إذا بغيتي علي يموت. قال الريان: وأنا موافق. حنا عمي العربي راسو
وانا ديك الساعه ما فهمت حتى حاجه، ايش كي يقصدوا بالدية؟ مشيت بالزربه لدار خالتي، بقات كتردد في ودنيا ديك الجمله ديال بنتكم وارضكم هي الدية. الدية اشنو هي الدية؟ وصلت للدار ولقيت خالتي حاطه ايدها على خدها، ومن الصباح ما حطاتش اللقمه في فمها، ما لقيت ما ندير، وحتى انا بقيت كنتسنى. طولوا حتى كنت غدا نمشي عاود تاني لعندهم، ولكن بقيت كنتسنى. شويه لقيت عمي العربي وعلي جايين، فرحت وغوت خالتي علي رجع. نقزات بالزربه ومشات كتجري للباب، لقات وجاي وعنقات بلا ما تسول، وبدات كتقيس في الضربات في وجهه. انا فرحت ومشيت لعنده، وهو شاف فيا بنظره فيها دمعه وحيد عينيه مني لاول مره. ما عرفتش علاش، ما غنكذبش ونقول انني ما تجرحتش في ديك اللحظه، حيت ما كنتش كنتسنى انه يقدر خوفي عليه ويطمني ولو بعينيه، ولكن هو ما دارهاش وتهرب حتى من النظر فيا. طمن امه ومشى دخل بيته، وتبعته بعيني حتى سد الباب. رجعت بصري خائب، وشفت في عمي اللي لقيته كيشوف فيا حتى هو بتمعن وعيونه عامرين دموع. هو يقول علاش جيتي لتما؟ قلت له حيت خفت لا يقتلوا علي. وهو يقول جيتي تنقضي علي وخرجتي على راسك انتي. حنيت راسي وانا ما فاهمه والو، وهي تقول له خالتي فهموني شنو وقع. قال العربي طالبين الدية باش يعفيو على علي، والدية هي الأرض والمرأة. وهي تقول خالتي كيفاش غياخدوا بنتي مني؟ قال العربي هما بغاو عيشة حيت شافوها تما وحساب ليهم بنتي. بقيت مصدومة علاش باغيني؟ وهو يقول العربي الدية كتمشي وما عندهاش الحق ترجع، ما عندها حق في والو، كتبقى دية حياتها كاملة. صدمت بدكشي اللي سمعت، يعني غادي نختار بين الموت أو الموت، في كلتا الحالتين غدا نتفارق مع علي، إلا وافقت غدا نمشي وما غنعاودش نشوفه، وإلا ما وافقتش غادي قتلوه. دابا عاد فهمت النظرة ديالو فيا، ما قدرتش نستوعب، ودخلت البيت وجات عندي فاطمة الزهرة وقالت شوفي فيا، انتي ماشي ذنبك، أنا اللي غدا نمشي في بلاصتك، انتي غدا تبقاي هنا وغتزوجي بخويا. وانا نقول ولكن انتي شنو ذنبك؟ قالت انا غدا نتحمل مراد حيت كنبغيه وباغا نكون معاه واخا بزز، ولكن انتي ما غداش تقدري حيت ما كتبغيهش. هدرت فاطمه الزهره نزلت عليا بحال الرحمه، الا وافقت هي تمشي غنكون انا في امان وغنقدر نحقق حلمي مع علي، وغدا نكون تنقدت من الموت، وهذا هو العدل. ما نعستش ديك الليله وما قدرتش نعس، فكرت نمشي لعند علي ولكن ما قدرتش، خفت ليحصلني شي واحد. وفي الصباح طلبت من فاطمه الزهره تمشي تقول لماما هذاك الشيء اللي قالت البارح، وفعلا مشات وقالت ماما بغيت نهضر معاك. وهي تقول لها خالتي شنو بغيتي؟ قالت فاطمه الزهره ماما ماشي ضروري تمشي عايشة دية، أنا هي أختو وأنا اللي نتحمل المسؤولية، هي شنو ذنبها؟ وهي تقول لها خالتي واش انتي مسطية؟ واش يا نخسر ولدي يا نخسر بنتي؟ ما تجبديش هاد الموضوع مرة أخرى. قالت فاطمة الزهرة ماما عايشة ما باغاش تمشي وأنا خايفة على خويا. قالت خالتي غادة تمشي بزاز عليها، وزيدون هما اللي طالبينها، كون ما مشاتش داك النهار وشافوها كانوا غادي يقبلوا الارض دي وصافي، ولكن هي غلطات ودخلات بيناتهم، ودابا الحكم وقع صافي بلا ما نعاودوا الهضره، وما نبغيش نسمع هضره اخرى في هذا الموضوع. انا كنت كنتصنت عليهم وفشلوا عليا ركابيه، انا اللي الغلط مني ملي تدخلت بين الرجال. خرجت عندي فاطمه الزهرة وهي محبطه، دخلنا لواحد البيت باش نهضوا، وهي تقول بكي وغوتي وقولي ليهم ما غنمشيش. قلت ليها ولكن خايفه. وهي تجي خالتي حلات علينا الباب وحنا نسكتوا، وقالت
فاطمة الزهرة، خرجي بغيت نهضر مع عايشة بوحدنا. خرجت فاطمة الزهرة وخلتني مع خالتي، وجات عندي وشدت في إيدي وبدات كتبوسها، وأنا كنحيدها ليها وبدات كتبكي وقالت: كنترجاك يا بنتي، ما بغيتش نخسر ولادي، انتي يتيمة وغادي يحنوا فيك ماشي بحال بنتي غادي تكرفصوا عليها، كنترجاك سيري وربي غيدير لك تاويل الخير، انتي ما عندك ما تخسري وتما غدا تعيشي مزيانة، انا راني غدا نموت الا شفت ولادي في العذاب، في ايدك تعتقينا وفي ايدك تضحي على قبلنا، تفكري غا الخير اللي درت فيك من صغرك حتى لدابا، تهليت فيك ودرتك بنتي، واش هادشي ما يشفع ليش تضحي على قبلنا؟ بقيت كنسمع ليها وقلبي كيتقطع، هادي ضريبة اليوت، شكون غادي خاف عليا؟ خالتي خايفة على ولادها وانا ماشي بنتها باش تخاف عليا، وضحات بيا بكل بساطة. صدمة قلبي كانت كبيرة، حسيت راسي بلا قيمة في هاد الدنيا، سكت وما هدرتش. وشوية ودخلت فاطمة الزهرة وقالت لماماها: راشي حد جا كيسول في الباب، نضنا نشوفو شكون. ولقينا الخادم الشيخ القبيلة، قال: الشيخ كيطلب منكم تسلموا الدية لأهلها دغيا. وريقات الأرض والمرأة، قلبي تقهر ديك الساعة وبدا العت العكسي، خرج علي وسمع داكشي، شفت فيه بنظرة توسل أنه ما يتخلاش عليا ويعتقني ويغوت ويقول لا، ولكن ما قالش، تهرب بعينيه مني ودخل لبيتو سد الباب، فشلت وما قدرتش نهدر. والخادم كان مازال كيتسنى، شوية بان ليا اللي ما كنتش دايرة بحساب، سي مراد الريان دخل بعجاجته وقال: أنا راني واجد باش نقتل ولدكم إلى ما ناوينش تسلموا الدية. صدمنا بديك الهضرة وما قدرتش نزيد نهضر ولا نفكر مازال. جا راجل خالتي دغيا وعطى ورق الأرض ديالو المراد، وشاف فيا بنظرة كتقول: سيري معاه، وليت شيء بحالي بحال الأرض، ما عندي مشاعر ولا رأي. تقدمت باتجاه الباب بلا ما ناخد اي حاجه من حوايجي، اصلا اش عندي؟ انا ما عندي والو في هاد الدنيا والو. هو يقول مراد: حاجه اخرى، ما بقات عندكم ارض في هاد الدوار، من الاحسن تخويوه. خالتي طاحوا دموعها حيت هادي هي بلادها وعاشت هنا، وراجلها اللي ارضه ارض جداد ومشات من بين ايديه، وفاطمه الزهره اللي كتشوف حب حياتها وحلمها ضاع في لحظه، وعلي اللي ضحى باللي كان كيقول ليها حياتي هي انتي، والموت هو البعد عليك. فين غادة؟ وشنو غادي يوقع ليا من بعد هادشي؟ وشنو مصيري؟ غادة للمجهول. خرجت من دار خالتي اللي ما كنتش كنتوقع في يوم من الايام انني غادا نخرج منها الا القبر، اليوم كنخرج منها دية واحلامي كلها تبخرات مني. خرج مراد وشدني من دراعي بواحد الحزم بحالي لجار شي بهيمة، حلي الباب اللوراني ديال الطوموبيل ولاحني فيها وانا ساكتة وخايفة. ركب هو والخادم ديال الشيخ وبداو كيهضروا، وانا بحال شي نكيرة ما دار لي حتى شي واحد قيمة، فين غادي بيا قدري؟ ما عرفتش فين كانوا غاديين، ولكن بعد فترة قصيرة عرفت انهم غاديين لدار الشيخ. ملي وصلوا نزلوا، وجا مراد فتح الباب ديال الطوموبيل وبنفس الهمجية شدني من دراعي ونزلني بالجهد، دخلني للدار ولقيت الشيخ والريان جالسين تما وشي رجال اخرين ما كنعرفهمش. وهو يقول: الشيخ استلمت الدية مزيان. شاف فيا وقال: عارفه راسك وليتي دية دابا، يعني عنقك معلق بايد مراد، من حقه يدير بيك اللي بغى، وبايده يعتقك وبإيده يخليك أماليه، وليت جارية. دابا فهمت كلشي، أصلا أنا من نهار تزاديت وأنا كنرضى بالقليل، وديما كتجيني قد راسي، شكون غيعتقني؟ كملوا هدرتهم وأنا ما فاهمة والو وما بغيت نفهم والو، حيت الصدمة كانت قوية علي. فين تلات بيا ليام؟ وأنا اللي كنت كنحلم نعيش الحياة مع علي، دابا غدا نعيش الجحيم. شفت ولقيت مراد مطول فيا النظرة، وما كانتش أي نظرة،
هادي كانت نظرة توعد. ديال مازال ما شفتي والو، اش مازال كيتسناني اكتر من هاد الشي؟ الحياة هزاتني الفوق وضرباتني مع الارض بالجهد. ناضوا بعد ما كملوا الهضرة وقراوا الفاتحة، وطبعا على روحي، حيت غدا ندخل جهنم. جا عندي وجرني كالعادة ولحني في الطوموبيل على معاملة تقول انا اللي قتلت خوه. ركب معه هباه ومشاو باتجاه القصر ديالهم اللي عمري ما تخيلت راسي غدا ندخل ليه، وعمري ما كان من احلامي، على عكس فاطمة الزهرة اللي كانت كتمنى تدخل ليه وكتمنى تزوج هاد الهمجي اللي وليت جارية عنده. نزلت من الطوموبيل وركابية كيرجفوا، حسيت راسي داخل لشي عالم اخر. عيط بصوته اللي داير بحال الرعد على شي خدامات، وجاو داوني ودخلوني، وانا نلقى قدامي مرا كبيرة باينة هي الام وجوج بنات، وحدة كبيرة وهزة دري صغير، وحدة اخرى شابة حتى هي باينة اكبر مني. اللي كانت هزة الولد اعطاته الوحدة من الخدامات وجات عندي، بدات كتعبرني من تحت الفوق، وانا كان بان بحال شي بنيتة صغيرة حداها. اصلا راها كنت بنت صغيرة 17 عام، اش غادي نكون؟ شافت فيا بواحد الاحتقار وقالت لا انتي ولا عائلتك ما كتسوى وشعرة واحدة من خويا اللي قتلتوها الحيوانات. ما قدرت حتى نرفع فيها وجهي، حتى قراتني وحساتني انني حشرة ما كنسوى والو. وعيطات الوحدة من الخدامات وقالت ليها اديو هادو وشو ليها ونقيو حالتها، راه ريحة البهايم عاطية منها، واعطيوها ما تلبس. مشيت معاهم، على الأقل غدا نبعد على أي احتكاك ليا معاهم. دخلوني الخدامات الحمام وبلا ما يهضروا معايا، اللي كان كبير وعمري ما شفت بحاله في حياتي. فيه واحد البانيو كبير، عمرته ليا بالما ديك البنت، وعطاتني شي قراعي وقالت لي هذا ديريه للراس وهذا للجسم، وعطاتني شي قراعي آخرين. ما فهمت حتى حاجة من داك الشي اللي قالت لي عليهم، ما حملتش راسي، ولكن كان ضروري نساير هاد الناس حيت انا ماشي قدهم وما عندي اللي يدافع عليا. دوشت ولبست الحوايج اللي عطاتني الخدامه وخرجت، وانا ما عارفه فين نمشي في هاد القصر، وبقيت كنتمشى حتى ما عرفت منين خرج ليا سي مراد. خلعني، نظراته ليا كتخلعني لدرجه ما كنقدرش نشوف فيه، وهو يقول اش كديري هنا؟ ما جاوبتوش حيت انا براسي ما عارفاش فين غادا ولا فين انا. هو ما غيفهمش هاد الشي، وقرم مني وضربني مع الحيط بواحد الهمجية حتى حسيت بضلوعي تهزو كلهم، وشدني من الفك ديالي وزير عليه وخنزر فيا وقال داك التمسكين ديالك ماشي عليا انا، اتريك تلق التالة، انا غادي نخليك تمناي الموت وما تلقايهش، غادا تمناي لو انك ما تزاديتيش لهاد الدنيا. دفعني ديك الساعة حتى جيت في الارض بنفس الغل وقسوة القلب، يا ربي اش كيتسناني مع هاد الناس؟ وشنو غدا نشوف مازال في حياتي؟ حسيت براسي منحطة وبقى فيا راسي، غير هو دفعني ومشى، وبقيت في الارض ودموعي في عينيا، حتى لقيت ايد تحطات عليا تخلعت، ما عرفتش شكون. رفعت راسي دغيا ولقيت ديك البنت اللي شفتها ملي دخلت، ماشي اللي هضرات معايا، الاخرى. قالت نوضي بلاتي نعاونك. خفت بزاف وحسيت راسي في دوامه، وصعيب نطيق انه كاين شي حد في هاد الدار ممكن يعاملني مزيان، ولكن هاد البنت اختلف معها الامر، حتى نظراتها من اول مره كانت مختلفه بزاف، وما كانش في عيني هذيك الشرارة. نط معها وانا خايفة وعيني فيهم الدموع، وقالت اجي معايا. مشيت معاها حتى دخلات الواحد البيت باينة ديالها، وبنفس المعاملة ضل اللطف قالت جلسي شنو سميتك؟ قلت ليها عايشة، وهي تقول عايشة انتي زوينة وباينة فيك طيبة، وماشي دنبك هادشي اللي وقع، انتي غير ضحية.
هدرتها رجعت فيا الروح، وأخيرا لقيت شي حد اللي حس بيا في هاد الدار. وهي تقول: أنا لينا بنت الريان أخت مراد، غادة كرات ليا اسم داك المسموم وأنا نغوبش. وهي تقول: أنا عارفة أخويا ما كيعاملكش مزيان، ولكن عذريه، هو كان متعلق بزاف خويا أنس الله يرحمه. قلت ليها: هداك قدره، أنا ماشي ذنبي أنه مات. وهي تقول: عارفة وما كرهتش نتخلصوا من هاد التقاليد الزفت، ولكن لا حياة لمن تنادي. بقيت ساكتة وما لقيت ما نقول ليها، وشافت فيا وقالت: قولي ليا، كيفاش نقدر نشوف الضحكة على وجهك؟ ما عرفتش شنو نقول ليها، ولكن أنا الضحكة ماتت في قلبي ومحال واش ترجع في يوم من الأيام. بقيت ساكتة وكنشوف فيها. وهي تقول: أنا غدا نكون في جنبك، وإلا احتاجيتي شي حاجة طلبيها مني، اتفقنا؟ قلت: واخا، شكرا. نضنا ومشيت معاها، ورات لي البيت اللي غدا نعس فيه. كان كبير ومرتب بزاف، والأتات ديالو زوين، فيه ناموسية كبيرة وماريو كبير وفوتوي والستائر. دخلت وبقيت حالة فمي، أنا عمري ما شفت بحال هاد الشي، واش هاد البيت غدا نعس فيه أنا؟ أكيد كان حلم. قالت لينا: هذا بيتك، خودي راحتك فيه، قولي ليا فين حوايجك. حنيت راسي وأنا حشمان، أش من حوايج؟ أنا حوايجي نحشم نبينهم، الستائر هنا أحسن من حوايجي. لينا فهمت سكوتي وقالت: صافي فهمت، انتي أكيد ما كانش عندك الوقت تجيبي حوايجك، ولكن معليش، أنا كان وعدك غدا الصباح غدا نمشيو أنا وياك ونشريو الحوايج اللي تحتاجيهم. يلا ارتاحي دابا، وإلا احتاجيتي أي حاجة أنا راني في بيتي، وراكي عارفة طريقه. خليتني في البيت ومشات، وأنا بقيت كنتأمل وكنشوف كل بلاصة في البيت، وكنقول: إيش كيتسناني مازال في هاد الدار؟ بقيت تما قرابة ساعة وأنا كنفكر في علي. يا ترى واش بقى فيه فراقي؟ واش هو معذب؟ واش كيفكر فيا كيما كنفكر فيه؟ علاش مكتوب عليا الفراق؟ حبي ليه كان بريء، وما تمنيت حتى حاجة في هاد الدنيا من غيره، ولكن القدر بعدني عليه ببساطة. علاش؟ بقيت كنفكر فيه حتى دخل هداك اللي سميته مراد. ايش جاي يدير وشنو باغي مازال؟ وهو يقول: اهلا بالبرنسيسة، اش كديري هنا؟ قلت له: انت ليش كدير هنا؟ وهو يقول: عندك لسان باش تهضري، انا كان كيحساب لي زيزونة. اسكت حيت حسيت شخصيتي ضعيفة بزاف وما قدرتش نهدر. وهو يقول: نوضي من ناموسيتي، واش تيقتي راسك؟ نت وانا مصدومة، كيفاش ناموسيته؟ قلت له: واش هذا بيتك؟ وهو يقول: اه بيتي كيما انتي ديالي. قلت له: انا ما ديال حتى شي واحد، جا عندي ودفعني على الناموسية. وهو يقول: دابا غدا تشوفي انتي ديال من، الا قدرتي تحبسيني حبسيني، وشوفي شكون غادي يعتقك مني. وبوحشية كبيرة شدني وتكرفص عليا، اما انا ما قدرتش ندافع على راسي او نقاومه، حسيت بألم كبير ولكن ما قدرتش نغوت. هي صرخة واحدة كانت لداخل ديالي، وللأسف خنقها هاد الحيوان، كمل مني وناض وهو ما حاملش راسه، وشاف فيا بنظرة قرف بحال ليلى شايف قدامه شي طارود الزبل. يمكن هو تكون عنده قيمة أكتر مني في هاد اللحظة، حسيت براسي لأول مرة في حياتي يتيمة، وأول مرة كنحس باللي باغا نبكي في حضن أمي اللي عمري في حياتي ما شفتها. ما قدرتش نوصف إحساسي في هذه اللحظة، حيت واخا نوصف ما غنوفيش حق نفسي اللي وصلت لأعلى مراتب الألم. حسيت جسمي اللي حافظت عليه طول حياتي حتى من أكتر إنسان بغيته ضاع مني في لحظة. إحساس خايب بزاف، تحس أنك فقدتي شي حاجة غالية عليك. ناد مراد ودخل الحمام، وأنا بقيت وحضنت جسمي وكنت رحت،
وما قادرة تنزل مني حتى دمعة. لحقاش ما قادراش نستوعب هادشي اللي طرالي. علاش؟ أنا ماشي ديالي، وفجأة انفجرت بالبكاء وسديت على فمي باش ما يسمعني حتى واحد. لحقاش خايفة، خايفة من شي حاجة كتار من هادي، حيث أنا ماشي شي وحدة اللي ممكن تسنى الأفضل. طول حياتي كان أرضى بالقليل وكان خاف من الفرحة. ومن داخل الحمام كان حوض استحمام كبير عامر بالماء، فيه مراد متكي وطالق إيديه ومغمض عينيه ولكنه مزير على سنانه، وما كتخفاش ملامح الغضب على وجهه. أنا مراد، الابن الأكبر لعائلة الريان، تزاديت وسط لقتي والتقاليد الخبيثة لهذا المجتمع. من نهاري وانا كنشوف جور الواليد ديالي على الناس ونزع أراضي البسطاء، واختاريت نبعد واحد المدة ومشيت نقرا في فرنسا. ولكن داكشي اللي شفته في صغري ما قدرش يتمحى ليا من بالي، وما قدرتش نسيطر على راسي ونكون إنسان سوي. بركان من الغضب في الداخل ديالي، ونار كتحرق كل من قرب مني. ما كنعرفش أي نوع من الرحمة، ولكن اللي وقع اليوم مختلف بزاف. شكون هادي؟ وعلاش أنا كنهتم بأمرها؟ الناس اللي بحالها عبيد عندي والمفروض يكونوا هكاك. بقيت حاير في أمرها، علاش ما قاومتنيش؟ وعلاش ما غوتاتش؟ خلاتني كنعذبها وسكتات. أي نوع من البشر هي؟ أنا الدية اللي ما عندها دنت، عايشة اللي عاشت حياتها كتقبل بالقليل وبغات شخص واحد تمنيت تعيش معاه في القليل. وكل شي مشى وبقيت دية في الأخير. بقيت حاضنة راسي في الناموسية حتى خرج مراد كينشف شعره ونفس طغوبيش على وجهه. شاف فيا واتجه لعندي، وديك ساعة زادت دقات قلبي. ايش بغى مني تاني؟ جا شدني من دراعي وانا حاسة باللي ما عنديش القوة، ما عنديش حسة. وهو يقول نوضي الدوشي وحيدي منك الخنس ديالك. جرني ودخلني الحمام، ما رضيتش. شكون انا باش ما نرضاش؟ هذا من كرم اخلاقه انه خلاني نبقى معاه في البيت. هاد مراد حسسني وعرفني بقيمتي الحقيقية مزيان. دخلت الحمام وبقيت كنتأمل نفسي في المرايا وكنقيس في وجهي. هادي هي نهايتي، شنو مازال كيتسناني؟ واش فعلا هادي غا البداية؟ غمضت عيني وقررت نتجاهل كل شي ونشد فمي ونسكت، حيت هذا قدر وحدة بحالي. حليت المو كان بارد، حسيت بالبرد. مازال عندي إحساس، أنا خايفة من المجهول. حاولت نخدم المسخون وما عرفتش. كانت ورات لي الخدامة كيفاش ولكن ما عرفتش، واضطريت ندوش بالماء البارد. أصلا ما كاينش فرق، كملت وما كرهتش نبقى هنا وما نخرجش عند داك الحيوان. ما لقيت ما نلبس، لقيت غا واحد البينوار لبسته وخرجت. ولقيت مراد ناعس، واش قدر يجيه النعاس وهو داير فيا كاع هادشي؟ على قلب عنده، ما قدرتش نقرب منه، الخوف كان كيبعدني منه. مشيت جلست فوق الفوتي وبقيت كنسترجع ذكرياتي. واش امالي في انني نرجع نعيش مع علي ضاع؟ واش مازال غادي يقبل بيا علي كزوجة ليه؟ وين اللي تمكن مني هاد الحيوان وخد مني كل شي؟ عمري ما غدا نفقد الامل فانني غدا نرجع ليه. ما قدرتش نحس ولا يغمض لي جف، بقيت كنشوف فيه وانا حاسه انني مكتوفه الايدي. وسؤال كيتبادر للذهن ديالي، ايش غدا تكون نهايتي؟ بقيت كنتامل الليل كامل حتى طلعت الشمس، وانا عيني مازال مغمضاهم. جسمي ولا تقيل عليا وضيق في الصدر. فاق مراد وشاف فيه وناد بلا ما يهدر ودخل التواليت. ما شفتش فيه وما حملتش نشوف في وجهه. ما تعطلش بزاف، خرج وشاف فيا وقال واش حساب ليك راسك أميرة هنا؟ نوضي مسحي صباطي. ما كانش صعيب عليا نمسح صباطه،
حيت من صغري ولفت الشقة وكنت كنديرو بكل فرح. نط ولكن حسيت بجسمي غامة زايد كيتقال عليا. هزيت صباطو اللي كان لابس البارح، بقيت كنقلب على شي خرقة نمسح بها الصباط، ما لقيتش. ما بان ليا غير الزيف اللي كنت حاطه لشعري البارح. مشيت نهزو ونزلت على ركابي نمسح الصباط. جا عندي ودفعني برجلي حتى طحت وقال: يا هاد المسخة، واش باغا تمسحيهم ولا تزيدي توسخيهم؟ مشى لواحد المجر وهز منه واحد البواطه ولاحا عليا وقال: مسحي بهادي الجاهلة. هزيت البواطه وحليتها، كانت فيها واحد البونجة، فهمت انني غدا نمسح بها الصباط. بديت كنمسح والعيا كيتزاد عليا، ما فهمتش مالي. جا حيدهم من ايدي ولبسهم، وبعد ما لبس حوايجو خرج. نط بتتاقل ورجعت للفوتوي وتبكيت، حيت حسيت بالجسم ديالي تقيل بزاف. وداني النعاس شوية، فقت على صوت الدقان. كانت وحدة من الخدامات حلات عليا الباب، وكانت هزة في ايديها شي حوايج وهي تقول: الآن ثانينا صيفطات ليك هاد الشي. حطاتهم وخرجت. بغيت النوض نشوف أجابت، ولكن ما قدرتش. جسمي زاد تقال عليا، وحاسة بحرارتي حتى هي مرتفعة. تكيت وداني النعاس من جديد، وبقيت كنحلم شي أحلام مخربقة، شي داخل في شي. حتى تفزعت من النعاس ديالي ملي سمعت الباب تضرب بالجهد. مراد داخل وما داير بحساب والو، وانا كنت مازال ناعسه بالبينوار، ولون جسمي مختلف على لون وجهي اللي تحرق بشمس الدوار. تاجع عندي مباشره وهبط عندي عيني في عينيه اللي ما قدرتش نحلهم بقوه العيا اللي فيه.